بالنسبة للمسلم يعني ما عنده شيء اسمه يعني قيام رمضان أو قيام العشر الأواخر من رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم وإذاك لما سئلت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة كان يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه